بنحتفل اليوم للعام الثالث على التوالي بمهرجان المانجو، واحنا يمكن في أسوان هي أول محافظة على مستوى الجمهورية في إنتاج المانجو، مش كميات في التوقيت. وده يمكن احنا عشان كده فكرنا ان احنا أول حاجة نعملها ان احنا نجيب كميات كبيرة من الثلاجات، ويمكن تعاقدنا على مع المستثمرين على الثلاجات ان احنا نقدر نحافظ على المنتج بتاعنا، لان احنا كل سنة كنا بنضطر ان احنا بننزل المنتج بتاعنا بسعر قليل جدا في المحافظات الاخرى. بقول ان هذا المهرجان يمكن بيتم فيه فقرات كثيره جدا، هو بدا من النهارده من 16 ينتهي يوم 18، فقرات عديده، فنون شعبيه، في فنون لكل الاطفال، يمكن بنهتم ان احنا يبقى في كذا عرض مسرحي للاولاد في نفس الوقت، انشطه متعدده داخل فيها كافه المديريات سواء الثقافيه او يعني ما يخص يعني الفنون. في نفس الوقت يمكن المهرجان بيحقق حاجه تانية مهمه جدا، وان احنا يمكن هذا المهرجان كل المنتج اللي موجود فيه بيتباع بتخفيض في حدود 50%، ويمكن المده دي فرصه كويسه جدا لكل المواطنين ان هم يجوا يشوفوا المعرض، وبالتالي يشوفوا الفقرات اللي بتتم، وفي نفس الوقت برضو المنتجات الموجوده نتمنى ان هي يعني فرصه كويسه ان هم ياخدوها بتخفيضات كبيره. عايز اقول ان للسنه الثالثه، واتمنى ان شاء الله ان هذا المهرجان يستمر كل سنه، لانه فعلا يعني احنا حسينا بيها في التعاقدات الخارجيه. يمكن اكتر من شركه من الشركات اللي انا قابلتها دلوقتي قالوا ان هم تعاقدوا مع بعض الشركات الدوليه، وفعلا بداوا التصدير من السنه دي، وده شيء عظيم جدا. يمكن المهرجان ده ادى فرصه كبيره للمزارعين والناس اللي عندها كميات كبيره من المانجو ان هم يصدروه خارج الدوله، فدي فرصه كويسه، وان شاء الله متفائلين جدا ان الانتاج كمان يبقى اكتر واكتر الفتره القادمه، ونهتم بيها زي ما احنا مهتمين بالنخيل. كان عندنا اكتر عدد نخيل على مستوى الجمهوريه، 2.2 مليون نخله داخل اسوان، وده شيء عظيم جدا. الا ان احنا برضو بنؤكد على ان مش تمور بس اللي هتكون موجود، احنا عايزين كمان المانجو كمان ياخد ويتصدر ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا.